راكم وجدنا لا لا والدي ان شاء الله الحمد لله ها والدي ها دير نية دير نية دير نية دير نية دير نية انت ها النية قلب ها النية موجودة ها النية ها هي يا شوف شوف هنا سي وليد سي الكراكي يوم نديرو النية الصندلة اللي تالا الحكاية بدات في مكسيكو حكاية الحكاية بدات في مكسيكو تورخنا في قطر وغنكملو لها قدام البيت ديال وليد الركراكي في كاسيكو في نيدق تحياتي لكم السلام عليكم يعني الماتش اليوم غادي يكون قوي يعني بين المغرب والبرازيل ما غيكونش سهل وبالحق اللي كنشوف انا راه غادي نمشيو 1-0 ولا ماتش نو التعادل ونطلبوا ربي يعني هادشي اللي كنقول انايا بالحق من بعد ما عرفناش اش غادي يوقع طبعا المقابله قويه ورمضان خاصنا ورمضان الدراري صايمين يعني قاصح شويه عليهم يعني وبالحق ما يديروا المجهود ديالهم ان الدراري تبارك الله ما عندي ما نسالو ولو ان المقابله بالليل يعني نهار وما صايمين طبعا المقابله غادي تكون يعني زوينه غادي تكون مفرجه وما نخافوش لابد غيكون غنتناصروا وليد قال انه غيلعبوا بنفس القتاليه اللي لعبوا في المول ديال قطر ولابد يعني ديك شي باين ان لما تقاتلوش يعني ما كاين كره الكره خصك تقاتل خصك تربح خاصه رمضان وعدد كبير ديال الجماهير من المغرب وخارج المغرب جاوا لطنجه باش يتفرجوا حقا يعني اللي كنشوف انا يا رمضان راه ماشي سهل الدراري عيانين وبنادم ما كيفطر عادي نوض يلعب بالحق اللي كنشوف انا ما كاين مشكل غيكون غنتناصروا ان شاء الله شنو الخطة اللي غيلعب بها وليد في نظرك؟ ونطلب وليد يكون فرحان بالملاعبية نتاعو الخطة اللي وبالجمهور وهادشي اللي نقول لك فين غتفطر سي غادي نفطر في الملعب نفطر في الملعب في وسط الملعب في وسط الملعب في وسط الملعب يعني دابا انت في الفنيدق؟ دابا غادي نخرج من الفنيدق من طنجة من طنجة غتفطر في الملعب؟ نفطر في الملعب غتضحي تفطر في الملعب؟ غادي نضحي نعم اسيدي على البرازيل شنو رسالة تقول للجمهور اللي كيشاهدنا واللي غيحضر المقابلة؟ كنقول للجمهور يعني غادي يتفرجوا مليح نعم اسيدي وما يكون غير الخير ويزيدوا على عملهم طبعا العالم كامل كيعرف راس لافوكا اليوم لاعب راس لافوكا اليوم لافوكا غادير الطيلة 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 يقول لك دير الطايلة 45 درهم دير الطايلة انت وجه له رسالة دابا على سلافوكا انت وجه له رسالة شنو تقول لوالد؟ وا كنقول له الوالد يعني يعمل المجهود ديالو وما يكون غير الخير والشعب غادي يكون فرحان بهذه المقابلة هذه غادي تكون يعني زوينة طبعا خاصة انه البرازيل بيدو خوفا من وليد و اش باش نقول لك احنا عندنا الدراري زينين يعني الدراري كيلعبوا في الفرقات كبار وخارجين على الكرة عارفين الكرة ماشي في حالهم في حالهم وما يمكن يكونوا قويين عليهم ونطلبوا الله يعني نتناصروا نطلبوا الله انهم نغلبوا ان شاء الله نطلبوا الله انهم نغلبوا اكيد هادشي اللي يكون اللي كنشوف انا غادي نتناصر اما نمشي 0-0 ولا 1-0 نتمنوا ان التحكيم يكون في المستوى لابد بغينا التحكيم لان التحكيم تا هو كيقلب الموازين ديال المقابلات ها مقابلات زوينه غادي تكون غادي تفرجوا المغاربه كاملين
كما تفرجوا في المونديال، ونطلبوا لهم النصر يتنصروا ان شاء الله. سير كراكي، الماتش ديال بيرو اللي غيكون في مدريد غتمشي تتفرج؟ ما نقدرش نقول لك واش غادي نطلع نتفرج، لخاطر انا راني عيان شويه. مي البيرو دائما كندقوها، ما عندنا حتى مشكل معاها، لعبنا معاها ولعبنا معاها وكنغلبوها دائما. يعني راه حتى هي عاود ما كاين حتى مشكل، غادي نفوزوا عليها. شحال نتيجة كتوقع؟ نعم، شحال كتوقع نفوزوا على البيرو؟ البيرو جوج زيرو. جوج زيرو ان شاء الله.